عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل مليح نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. جيتكم اليوم باول فيديو في السلسله اللي يعني راح نديروها للاقامه الجامعيه، والبنات اللي راح يروحوا عن جديد ان شاء الله للاقامه الجامعيه واللي راح يلتحقوا بها في الايام المقبله ان شاء الله. حتى لو كان كنتوا يعني ما راكمش جدد، هذا الفيديو قادر يفيدكم، خاطر راح نحكيو فيه على الحاجات اللي تحتاجوهم واللي نيسيسار اللي تحتاجوهم في الاقامه الجامعيه. السلسله راح تكون عباره عن حلقات، كل حلقه راح نحكيو فيها على كاتيجوري معينه، كما اليوم رانا رايحين نحكيو على مستحضرات ومستلزمات النظافه والتجميل والحوايج هذو. الفيديو على بالي راح يفيد اكثر شيء البنات، بصح قادر حتى الاولاد يستفادوا منه يعني في الحاجات اللي تفيدهم هما بيان سور. بلا ما نطول عليكم بزاف نبداو ديريكتومون نشوفوا شنو هو الحوايج اللي تحتاجوهم والضروريات اللي تحتاجوهم في الاقامه الجامعيه. اول شيء بالحوايج تاع لا دوش اللي تحتاجوهم. حبيت نقول لكم حاجه، ميم سي تحسبوا باللي باريزون نتوما الاقامه ماشي بعيده عليكم بزاف ولا ما راكمش رايحين تريحوا فيها بزاف، دائما ديروا حسابكم باش تخليوا الحوايج تاع النظافه في الغرفه تاعكم. يعني ما على بالكمش واش قادر يصرا لكم وانتم في الجامعه ولا وانتم بايتين ليله واحده في الاقامه ولا ليلتين، فدائما ديروا حسابكم باش تديو معكم هذه الحوايج تاع النظافه. نبداو ليه بلا ما نطول عليكم. احتاجوا اول شيء بيان سور ان شامبوان، خيروا الشامبوان اللي يساعدكم. بون انا جبت لكم الحوايج اللي لقيتهم في الدار، يعني باش نوري لكم جبت لكم الحوايج اللي لقيتهم عندي هنا في الدار. نتوما تديو الحاجه اللي موالفين تستخدموها واللي موالفين بها. الا كان كاين حاجه من الحاجات اللي راح نقولهم لكم نتوما اصلا ما تستعملوهاش ولا ما راكمش موالفين تستعملوها، ماشي لازم تدوها، بصح انا حبيت نفكركم في اهم الحاجات اللي تحتاجوهم. تحتاجوا ان شامبوان، انا بري شامبوان ما لقيتش لابواط تاعي حبست عليها ما لقيتهاش. دونك تحتاجوا ان شامبوان، انا بري شامبوان الا كان موالفين تستخدموه. تحتاجوا ان جيل دوش اللي موالفين تستخدموه ثاني عادي، ماشي لازم تكلفوا رواحكم ولا تجيبوا حاجه من باليش انايا من كوكب زحل. دونك جيبوا الحاجه اللي موالفين تستخدموها. تحتاجوا ان جيل دوش، تحتاجوا هكا صابون سائل اليدين، ان صابون ليكيد بور لي ما. هذا شوفوا دوك نقول لكم يساعدكم اكثر من الصابونات العاديه، من الصابونه العاديه اللي نحطوها في العاديه هذيك تاع الريحه. علاش؟ بيسك الصابونه العاديه هذيك تهز بزاف البكتيريات والجراثيم اللي يكونوا في سانيتير، واون جينيرال ان سانيتير كوليكتيف يكون فيه بزاف البكتيريا ويكون فيه بزاف الجراثيم. دونك بوغ ايفيتي حاولوا انكم تستخدموا اي حاجه تكون مغلوقه هكا وتنحوا منها غير بشويه، ماشي حاجه مفتوحه واي حاجه تتحط عليها واي حاجه تمسها وكلش. دونك ان صابون ليكيد هكا خير. بون هاد لو باك، هذا الباك هي سان باك برومو، تلقاو هكا فيه القرعه تاع الصابون ليكيد، تلقاو فيه الريشارج تاعو، يرشارج لكم واحد مره ونص ولا جوج مرات. دونك حاولوا انكم تشريوه. هذا هكا كامل يدير باقيلا 20000 ولا 25000، خير من تشري وحده وحده هكا دير 10000 ولا 12000. دونك هذا يساعدكم بيان واحتمال يشدكم عام كامل. دونك اشريوا هذه ما تندموش عليها. انايا في لا سيتي كنا نشريو انا واختي هذا. تحتاجوا ثاني في ساك دو تواليت تاعكم الكاسه وهذيك لا فلور دو دوش اللي ديروا بها الجل دوش. دونك حاولوا انكم ما تنساوهمش، انايا ما حبيتش نجيبهم بيسك راهم مشمخين. دونك فوالا ما تنساوهمش، نخلي لكم هنايا الديفوت ولا تحتاجوا كما قلت لكم كاسه اللي ما فين تستخدموها وفلور دو دوش اللي ثاني ما فين تستخدموها. يديروا في زوج بالك 10000 10000 ولا حاجه كيما هكا. دونك فوالا تحتاجوا بيان سور بروسا دون و دونتيفريس اللي موالفين تستخدموهم. بروسا دون تاعكم اللي موالفين تستخدموها ما تنساوش تبدلوا البروسا دون تاعكم كل 3 شهور. عندي اختي هنايا دونتيست دونك طبزني كما نقولهاش الكلمه هذه. تحتاجوا دونتيفريس وتحتاجوا بروسا دون. ثاني ان صابون بور لو فيزاج ولا جيل نيتوايون ولا كواك سو سوا، الحاجه اللي موالفين تستخدموها. حتى هنايا نحب نقول لكم ايفيتيو انكم تستخدموا الصابونات اللي تكون هكا صابونه عاديه، والله الا كان عندكم صابون معين موالفين تغسلوا به ويخرج عليكم حاولوا انكم ديروا له اون بواط اللي تتغلق واللي تفتحوها غير في اللحظه تاع الاستخدام، بيسك يرفدوا لكم البكتيريا ويرفدوا لكم الجراثيم وهذا الشيء ماشي مليح لكم. بيسك السانيتير كوليكتيف اللي قلت لكم دائما يكون فيه هذه المشاكل. تقدروا تستيليزيو ان جيل نيتوايون. بون هذا الجن كان ديجا نيتوايون بزاف ملاح والبري تاعهم طري ريزونابل، دونك يبداو باقي من 15000 حتى ل 25000 30000. دونك كيما هذه حنا شريناها 25000 تلقاوها في بلايص وحدوخرين 20000 تلقاوها 19000 18000. دونك تلقاوها بدي بري بلو ريزونابل و مليحه. ثاني كاين بزاف اللي ساعدتهم، كاينه كاين اللي ما ساعدتهمش، هذه حاجه عاديه. مي نتوما حاولوا انكم شغل هكا تستخدموا حوايج تشوفوا الا ساعدوكم ولا لا، مي دو بريفيرونس يكون حاجه بالدوش العادي. بور لي برودوي سوان ولا الحوايج اللي تستخدموهم انكم يعني للعنايه وكلش،
شوفوا تحتاجوا اون كريم ايدغاتون سورتو سورتو الا كان كنتوا راح تروحوا لبلاصه بارده وراهو جاي البرد. اون جينيرال راح الانسان يعني يحس بنشاف وينشف الجسم تاعو وينشف وجهو وينشف يديه، دونك تحتاجوا اون كريم ايدغاتون. انا يوتيليزي هافي ديكزيريل تلقاوها تتباع في لي فارماسي، هذه ما تكونش ديسپونيبل في لا في الكوزميتيك، تكون في لا فارماسي. دونك عافاكم راني نشوف كاين مشكل تاع الضوء كل ما تحركي تظلم الحاله، دونك تحتاجوا برا تحتاجوا اون كريم ايدغاتون تلقاوها تتباع هذه كما قلت لكم في لا فارماسي. دير 47 الف الى 50 الف، مي تقدر تشريزي لا كريم ايدغاتون اللي موافين بها. كاين ثاني نيفيا، هذه لا بواط صغيره، بون هاي نيفيا العاديه سوفت اي جوليزي نيفيا سوفت الا كان كنتو تحتاجيوها وتخرجوا، بيسك نيفيا هذيك لا بلو تكحل. فوالا نيفيا سوفت مليحه ثاني بزاف، بصح وشيه شويه يعني غاليه بارابور للكريم ايدغاتون الاخرين. هذه لابوات هكا صغيره دير 30000، اللي اكثر منها وقيلا دير 65000، واللي كبيره كامل دير 80000. دونك وكاين دي كريم ايدغاتون اخرين، دونك ما ديو اللي موفين تستخدموها ما تديروش. كاين ميم سنوناس كانت عندي اون بات ثاني ما لقيتهاش كي جيت نفيل بي، دير ثاني 25000 مليحه بزاف، انا ما فانيتيليزيها بور ميما. وهذه نيفيا سوفت ولا ديكزيرين نيتيليزيهم بور لو فيزاج تاعي، ديكزيرين نيتيليزيها ميم ليديا. دونك فوالا هذه البنات اديو واش موالفين تستخدموا بور ليبيلاسيون. دونك الا كانوا موالفين تستخدموا لا لام ادو لا لام، الا كانوا موالفين تستخدموا دي هكا دي بودغ ريبيلاتوار اديو لي بودغ ريبيلاتوار، الا كان موالفين تستخدموا لاسيغ اديو لاسيغ، الا كان موالفين تستخدموا لي كريم ديبيلاتوار اديو لي كريم ديبيلاتوار. ليزونسيال اديو واش تيوتيليزيو في ليبيلاسيون. دونك تحتاجوهم خليو دائما معاكم ثاني ريزيرف، ما تخليوش روحكم بلا ريزيرف. فوالا ما تنساوش حوايج تاع ليبيلاسيون. البنات ثاني تحتاجوا انجل انتيم، تحتاجوا انجل انتيم، تحتاجوا انجل انتيم، نقولها لكم للعام الجاي، تحتاجوا انجل انتيم في الاقامه، بيسك لي سانيتير كوليكتيف كيما قلتها ونعاودها فيهم بزاف الجراثيم والبكتيريا، الشيء اللي قادر يترتب عليه دي زانفيكسيون اورينير ولا دي زانفيكسيون فاجينال. هادو لي زانفيكسيون والالتهابات اللي قادرين يصراو راهم رايحين يديرونجيكم بزاف في حياتكم، دونك حاولوا انكم تخليو معكم دائما انجل انتيم باش تتويزيوه دو فوا بار سيمان ولا تتويزيوه كي تحتاجوه، ما تخليوش روحكم بلا جيل انتيم. دونك فوالا اتويزيوه، كاين بزاف الانواع في لي فارماسي. هذا دار جابو في بلاصه سافوريل، بون سافوريل كاين اللي يساعدو كاين اللي ما يساعدوش، هذا نورمالمون شو راه في بلاصتو بيسك ما ولاش ديسپونيبل سافوريل مالوروزمون في لي مارشي. اسمه صابون جيل، فوالا انا استخدمته وعجبني، دونك مليح مليح يعني يدير خدمته، دونك يدير 40000 32000. دونك فوالا كيما قلت لكم بور لي سوان اللي موالف يتيليزي ولا اللي موالف تيليزي لودغوز تدي لودغوز تاعها. بون هذا راهو على بالي تقولي هذا كولوري ماهوش مليح منا، هذه ما راهيش تاع لابوتيك، شريتها وفرغتها هنايا ومن بعد ما درتش منها بيسك فيها لودور تاع حاجه شيميك، دونك ما درتهاش في وجهي. سينون ليسونسيال تحتاجو لودغوز، اللي موالف يستخدمو بيان سور، اللي ماكمش موالفين تستخدموه ما تحتاجوش، كي تعودو تستخدموه راكو تعودو تشريوه. تحتاجو ان ديودورون اللي موالفين تيوتيليزيوه، كاين هادو تاع فينوس ملاح، كاين دوف هي الميور، انايا بور موا كنت نتيوتيليزي دوف تاع الخيار، هاي اللي ساعدني سوبر بيان، هو اللي كنت نتيوتيليزيه دركا خلاص لي ما عاودش شريت، مازال كي راني في الدار راني مانيش نخرج خلاص. دونك هادي لقيتها ديسبونيبل في الدار باش نصورها لكم. تحتاجو ان ديودورون ولا ان ستيك ولا ليسونسيال حاجه مزيره للعرق، كاين لي ديودورون كاين الشب كاين بزاف حوايج مزيره للعرق. دونك اتيليزيو الحاجه اللي ما فين تستخدموها، ما تنساوش تيليزيوها، حاولوا انكم ما تيليزيوش الحاجه اللي تكون فيها الكحول بزاف باش عجل بزاف حوايج يعني من ناحيه الصحه ومن ناحيه انهم مزيل العرق كي نوتيليزيوه في ليزيسال تاعنا يكحل يكون فيه بزاف الكحول. دونك حاولوا انكم ما تيليزيوش حاجه فيها الكحول بزاف. تحتاجوا لو بارفان تاعكم ولا الحاجه اللي موافين تستخدموها، هذه بارفان معمره تسمى اكستريم معمر، نتوما شوفوا البارفان اللي موافين تستخدموها وديوها معكم تحتاجوها يعني ما على باليش راه ليسونسييل ديو بارفان. تحتاجوا ايكران توتال، بون ليكران توتال اللي موافين تستخدموها واللي تساعدكم بيسك راكو رايحين تحفاو في لافاك تحفاو في الشمس، وليكرون توتال تيتيليزيوها في الشتاء كيما تيتيليزيوها في الصيف، دونك ما تنساوش ديو ان ليكرون توتال. بور لو سوان دي شوفو ديو الحاجه اللي ممكن تستخدموها ان سيروم ولا
اون ويل ولا اي حاجه ممكن تستخدموها. كاين بزاف زيوت ملاح، يعني الا كان شفت رواحكم من النوع هذاك اللي طول في لاسيتي ولا يريح دي ويكاند، ولا ديو معاكم لي زويل اللي ما فين ديروا بهم لي بان دوي باغ اكزومبل، الويل دو كوكو ولا الويل دو ريسان ولا الحوايج اللي ما فين تستخدموهم، يعني زيت جوز الهند، زيت الخروع، زيت الارغان، الحوايج اللي ما فين تستخدموهم ديروهم في شعركم ديوهم معاكم. وما تنساوش ديو ثاني ان سيروم باش تدراتيو لي جوف تاعكم. فوالا البنات اللي يستخدموا الفيرني ويحبوا يديروا فيرني بزاف كي يخرجوا، ولا بيان سور عباكم بلي الفيرني ما تجوز به صلات، دونك باش تقدروا تنحيوه يلزم لكم ان ديسيرفون، دونك ما تنساوش ديو ديسيرفون تاعكم. اللي مو عارفين يتوليزيو ان بوم عليف، ما تنساوش ديو بوم عليف، هذا تاع سنوناس بزاف مليح. انا نتوليزيه غير هو، يدير 15 ميل ولا 18 ميل، او كل مره يزيد، كل مره كل عام يزيد 2000 فرنك، دونك ما عبريش حل حتلقاوه نتوما. انا كي شريتها هذه شفتها 18000، اللي قبلها شريتها 15000، دونك فوالا. وتشد تشد لكم مده طويله، تشد لكم بالك 6 شهور ولا رايح نورمال ومليحه، تدراتي سوبر بيان مع راهو جاي الشتاء وكلش، وعلى بالنا في الشتاء واش يصرا، دونك ما تنساوش ان بوم على فكره. تحتاجوا لي كوتون تيج تيوليزيهم سوا بور لي جيان تاع لي زوغي، ولا انا نتوما على بالي، دونك تحتاجوا لي كوتون تيج، تحتاجوهم في بزاف حاجات، تحتاجوهم اديو بواطه تاع لي كونتيج. اللي مو عارفين تيليزي ماسك ولا غوماج ولا حاجه بور لو سوان، اديوها ثاني معكم بيسك راح تحتاجوها، سيرتو الا كنتو تطولوا في لاسيتي ولا تويكاندي ولا راكو رايحين تريحوا مده طويله، اديو معكم لي سوان تاعكم بيسك تحتاجوهم. انا بيرسونيلمون العامين الاخرين وليت نطول بزاف في لاسيتي، سما نريح ساعات شهر ساعات شهرين وانا في لاسيتي ما نروح، دونك الحوايج هذو كامل نحتاجهم في الاقامه بيسك ما نرجعش للدار، دونك حوايجي كامل راهم في لاسيتي. على بها راني نفيلميكم بالحوايج اللي كاينين في الدار بيسك خليت لا ماجوريتي تاع حوايجي في لاسيتي. تحتاجوا لي كوتون ديسك، بون انا هذو مازال اللي بقاولي يعني فيلميتكم بيهم، لي كوتون ديسك نورمال عاديين هذو تحتاجوهم كواك سو سوا باش ديماكييو اللي يديروا ماكياج، ولا باش ديروا بهم لي سون تاعكم، ولا باش تنحوا بهم فيرني ولا لي سونسيل، تحتاجوهم لي كوتون ديسك، تحتاجوهم شغل ماشي غير في الاستعمالات تاعهم، تحتاجوهم في بزاف حاجات. كي تروحوا ان شاء الله الاقامه راكو رايحين تستنتجوا بلي كاين حاجات راكو رايحين تستخدموهم ماشي في محلهم بصح تحتاجوهم في حاجات اخرى، دونك لي كوتون ديسك. هاد لا بوطه كبيره دير وقيله 15000 ولا 17000 ولا حاجه. يحتاجوا باش تغسلوا حوايجكم، ولا باش تغسلوا الملابس الداخليه تاعكم، ولا باش تغسلوا الحوايج اللي تحتاجوهم، تحتاجوا بيان سور صابون اللي ما فين تستخدموه. كاين دي صابون بلا باوي صوني، كاين دي صابون ولا يعني هذاك صابون تاع الغبره ايزيس ولا تيست ولا اي اللي جا ليسونسييل اشريو صابون، والا اللي مو فين نستخدموا لو صابون ليكيد بور لي مان ثاني يشري صابون بور لي مان، ولا تقدروا تيوليزيو هذا لونتيطاج تاع سيدو خالتي تاع دحت تهضر عليه بزاف، انا قادره نقولها خالتي تاع دحت ما نعيطلاش باسمها، دونك تهضر عليه بزاف وتيوليزيه بزاف، هايل يعاونكم بزاف ويغسل لكم الحوايج اللي تحتاجوهم تاع ليه لي هذوك فيت في، دونك ما تنساوش تديو معكم هذا لي صابون، والا صابون مارسي ولا صابون حجره كيما نقولوا حنا صابون طرف ما تنساوش ديوه معكم بيسك تحتاجوه تغسلوا به حوايجكم. سينو بور الميك اب والحوايج هذو كل وحده تدي الحاجه اللي ما تستخدمها، ما نقولكمش انا واش تدي، ليسونسييل حاولوا انكم تورغانيزيوهم في اون بوشيت هكا اللي تهز لكم الحوايج تاعكم الداخل، دونك ديو واش ما فين تستخدموا، الا كان ما تستخدموش ما تديوش، دونك فوالا. وثاني حاولوا تشريوا هكا اون بوشيت كبيره باش ديروا فيها الحوايج لي برودويسمون تاعكم، وتحتاجوا اون ساك دو تواليت اللي ديروا فيها الحوايج تاع لو تواليت تاعكم اللي هما الشامبوان جيل دوش ابري شامبوان دونتيفريس بروس لادون جانيتوايون الحوايج هادو، دونك ديروا لهم اون ساك دو تواليت. نورمال وصلنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون كانت خفيفه عليكم، على بالي راح تجي شويه طويله بيسك كان لازم نمونسيوني لكم كامل الحوايج اللي تحتاجوهم، وإلا كانت فكرت كاش حاجه واحده اخرى نيسيسير نخليها لكم تحت في لا بار دانفورماسيون، وما تنساوش تبعثوا لا فيديو للناس اللي يحتاجوها، ما تنساوش تابوني وديروا جيم لا فيديو هكا باش توصل بزاف ناس يحتاجوها، وما تنساوش تخليوا لي ان كومونتير وتروحوا تسيفوني في انستغرام، و تروحوا تشوفوا تما لي ستوري تاعي، ان شاء الله كي نرجع لاسيتي ندير لكم بزاف لي ستوري تاع موتيفاسيون برودكتيفيتي في لاسيتي، داير كاين بزاف اللي يعجبوهم لي ستوري تاع لاسيتي تاعي، دونك فوالا هذا ما كان. تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه وفي امان الله.